مع شيكي اكس جاجو في حلقه جديده بعنوان مواقع هتفيدك. بالظبط. بصوا يا جماعه، دي فكره مواقع كده لذيذه جدا، لقيناها احنا شخصيا بنستخدمها وبتفيدنا كتير جدا، فقلنا نشير في الخير. في موقع اسمه كتبجي، كتبجي ده موقع ممكن تجيب من عليه الكتب اللي انت محتاجها كلها وتنزلها وتتفرج عليها. في موقع تاني اسمه بي دي اف درايف، بي دي اف درايف ده بيخليك تنزل اي كتاب في اي حته من اي دور نشر بي دي اف، وتقدر تستخدمه اون ذا جو على الموبايل او على الكمبيوتر. تمام. في موقع تاني اسمه سبرينجر، سبرينجر ده ممكن برضو تتفرج عليه من على المقالات والمواد العلميه، ولو انت بتعمل ابحاث او الكلام ده كله، الحاجات دي كلها هتفيدك كتير جدا. بيس.